علينا جميعا أن نقف بكل شجاعة في خندق المقاومة. اللواء عثمان عبد الله أبو غربية ولد أبو غربية في مدينة القدس عام 1946 والتحق بجامعة دمشق لدراسة القانون. مع انطلاق حرب النكسة في حزيران عام 67 غادر جامعته في العام الأخير ليلتحق بقوات العاصفة ودوريات العمق المسلحة. التحق بالكلية العسكرية بجمهورية الصين الشعبية وتخرج منها برتبة ملازم أول عام 69. تقلد عددا من المهام العسكرية في الأردن ولبنان وأسس مدرسة الكوادر العسكرية في قوات العاصفة. شارك في قيادة القوات في أحراش دبين بالأردن عام 1971 إلى جانب الشهيدين أبو جهاد وكمال عدوان. انتخب عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح عام 1980 وأصبح نائبا لمفوض التعبئة والتنظيم. شارك في التشكيلات والمهام القتالية في البقاع أثناء الاجتياح الصهيوني للبنان عام 82. اشتهر أبو غربية بصياغة نظرية تنظيمية للحركة وكتب الكثير من أدبياتها وتعاميمها. بعد عودته إلى الوطن عينه الرئيس الراحل ياسر عرفات نائبا لشؤون التوجيه السياسي والوطني ومفوضا سياسيا عاما. توفي أبو غربية في 18 من نيسان عام 2016 أثناء خضوعه لعملية زراعة القلب وشيع جثمانه في مدينة رام الله. ترك أبو غربية خلفه مجموعة من المؤلفات السياسية والتنظيمية ودواوين شعر وعملا روائيا منشورا. الثوار لا يرحلون بل يخلدهم التاريخ. غزة غريقة الآن، نريد أن ننقذ غزة لا نريد أن نغرق الضفة الغربية.